لماذا ذكرنا توماس هاكسلي؟ هذا إيه؟ اللي أدري المشهور، لأن هاكسلي هو صاحب فرضية القرد أو مبرهنة القرد. مونكي ثيوريم. إيش تقول هذه المبرهنة أو الفرضية؟ تقول بكل بساطة وهي مجرد شعر أو خيال محض، ليس لها علاقة أيها الإخوة لا بالعلم ولا بالفلسفة، محض خيال، هلوسة فكرية. يقول أنا أعتقد أنه لو جلس مجموعة من القرود 6 7 10 الذكية الشمبانزيز، يعني الشمبانزي هذه لو جلست على آلات الطباعة، ما كانش فيها في حاسوب كمبيوتر، في كان إيه الآلة الطابعة هذه 26 إيه زر وأربعة أزرار إيه للفراغات والرموز، يطلع كله إيه تقريبا إيه 30. قال لو جلست وظلت إيه تضرب عشوائيا، طبعا ضرب عشوائيا هذا قرد، هذا لا بعرف الأحرف ولا دلالاتها ولا بعرف أي حاجة، لكن تضرب عشوائيا وبقيت على هذا فترة طويلة، طبعا كلما طالت الفترة عظم إيه احتمال النجاح. وأنتم عارفين دائما إيش الاحتمالات يعبر عنها إيه بعدود بعدد إيه 10 كسر، يعني البسط فيه هو إيش إمكان النجاح، والمقام عدد إيه المحاولات، فأربعين من 100 الاحتمال إيه 4 من 10 يعني وهكذا. قال أنا أظن أنه بعد فترة طويلة ليس مستبعدا بالمرة أن نجد هذه القردة وقد تمخض عن ضربها العشوائي غير القاصد والهادف وغير الواعي الدارك ماذا الأعمال الكاملة الهابت فيركي يعني الووكس بتاعت ويليام شكسبير، وشكسبير كمان مرة واحدة هيك يعني السوناتات والقول المسرحيات والأشياء الصعبة هذه ما شاء الله. قال لك عادي جدا، ليش لا، زمن، أعطيني زمن فقط، أعطيني زمنا وعشوائية تشتغل، عشوائية كايوس، عشوائية لا نظامية لا هادفة أبدا بصير. قال عجيب، طبعا الملاحد يتشبثون بهذا بطريقة أو بأخرى، أحيانا يعني ليس بهذه الطريقة إيه الفجة، ولكن بطريقة أخرى نفس الشيء، يؤكدوا أنهم يؤمنون إيه بقدرة العشوائية في الزمانية الطويلة على إنتاج إيه شيء غير عشوائي وشيء مصمم وجميل وقوي جدا أيها الإخوة. كويس، الآن المجلس البريطاني أيها الإخوة، المجلس القومي البريطاني للفنون والعلوم أراد أن يجرب هذه المبرهنة، قال عندنا الآن إمكانيات، مش لازم ننتظر 10 ملايين أو 10 بلايين سنة عشان نشوف إيه النتيجة، وهذه تجربة لا يمكن أن تصمم أصلاً. كيف تصمم؟ ما فيش قرد بعيش 10 بلايين سنة، ولا مش صحيح، وما فيش آلة بتعيش 10، كلام فارغ هذا، يعني هذا أمر غير قابل إيه للاختبار أصلاً، وبالتالي غير قابل للدحض على لغة كارل بوبر، غير قابل للتزييف، فهو كلام فارغ غير علمي. قالوا لا، إحنا ممكن نعمل إيه تمثيل لهذه التجربة حاسوبياً، نعمل حوسبة، ما في مشكلة، عندنا حواسيب الآن عملاقة، بعضها تقوم بمليارات، عشرات مليارات العمليات الحسابية في ثانية، في ثانية واحدة، شيء مذهل مخيف جدا. فقاموا بهذه وأتوا تمثيليا سيموليشن كله بمجموعة قرود لا أدري ربما 6 أو 10 ونفس الشيء جعلوها تضرب تمثيليا على إيه على التستاتور أو الكيبورد كما يقال عشوائيا لشهر كامل، تضرب لشهر إيه كامل. بعد شهر كامل وجدنا إيه صحائف 50 ورقة ملآنة، فال50 ورقة في شهر كامل لم نجد كلمة واحدة تتكون من حرف. واحد يقول لي كيف كلمة من حرف؟ باللغة الإنجليزية الأ حرف الأ يعني الأ ممكن يشكل كلمة، متى؟ إذا كان مسبوقا بسبيس ومتبوعا إيه بسبيس بصير كلمة، هذه كويس. إحنا عنا إيه؟ عنا 30 قلنا صحيح؟ 26 الأحرف الأبجدية 4 إيه؟ للرموز 30 ولا مش صحيح؟ معناها بتصير الاحتمال عندنا إيش هو بدكون؟ إحنا بدنا كلمة من 3 أحرف اللي هي سبيس والإي وبعدين إيه؟ سبيس، مزبوط ولا لا؟ يعني 1 على 30، هي ضرب 1 على 30 ضرب 1 على 30 أو 30 أس إيه؟ 3 باختصار بيطلع لنا 1 على 27 ألف، يعني من بين كل 27 ألف محاولة في عنا إيه؟ احتمال واحد فقط، محاولة واحدة قد تنجح تفلت ونلاقي إيه؟ فراغ، إيه؟ فراغ
ما لقيناش حتى في شهر كامل. فهذا هز الثقة إيه؟ بمبارهنة القرد هذه، بمبارهنة القرد. طبعاً في عندنا مبارهنة القرد اللامتناهية، أدخلوا فيها إيش؟ زمان لا نهائياً. إيه هنا إثبات، إثبات واقعية وعلمية وإمكان أن يكون هذا الزمان اللانهائي متاحاً للتجريب، لا تقع على عاتق المؤلهة، تقع على عاتق العلم. اسألوا علماء الكونيات وعلماء الفيزياء الكونية، هل هذا الكون لا نهاية أصلاً؟ هل وجد من اللانهاية بلا بداية ويستمر إلى ما لا نهاية، أم أن له إيه؟ بداية ونهاية مرشحة أيضاً؟ لما حتى الكفر بالعلم الآن صار؟ العلم نفسه حتى لابد أن يستبعد وأنه كابر عليه، ليس الكفر بالفلسفة والعقل، كلام فارغ، نوع من الإصرار، أو ما سماه كما أقول دائماً بليز باسكال إرادة الإلحاد. في ناس عندها خيار هيك، يريد أن يلحد رغم كل البراهين، هو يحب أن يلحد ولو أنه افتأت على العقل وعلى العلم وعلى كل شيء، يريد أن يلحد. أنت حر عاد، لكن نحن نريد أن نتبع العقل. نحن ننادي من وراء مارتن لوثر، كان يقول إلهي اغفر لي، هذا كل ما عندي عن عقله. كان يقول أنا بفكر بعقلي، أنا بفكر بعقلي، كما أقول أنا الآن حتى في مأساتي مع هؤلاء المنغلقين التائهين، يا ربي لا أستطيع يا أخي، بدك تحببني في ناس لا أحبهم، عقلي لا يحبهم، البراهين لا تحببني فيه، لا أستطيع، يا ربي اغفر لي، فهذا كل ما عندي، دماغي أنا كل ما عندي. أنتوا بتحبوا إيه؟ تفكروا بلا دماغ، أنتوا أحرار، انتحروا، ما عنديش مشكلة، أنا لن أنتحر عقليا، أنا عقلي لابد أن أتبعه. ولا مش صحيح، يوم القيامة سيدخل النار كل من عطل عقله، هيك عند الله. عمره واحد فينا مرضي إيه؟ أن يأكل أحد عنه في بطنه هذا الأحد، قال له كل وشبع عني، ما بصحش، لكن نحن إيه نرضى إيه؟ فكر عني، إيه هذا بوديك على نار جهنم على فكرة. النبي قال وأهل النار خمسة، والضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا إيه؟ ولا مالا. يا رب هذا حديث مخيف، أنا عملت عليه خطبة مرة. إيش معناها؟ معناها من أهل النار الناس العوام اللي عليهم عليهم معاهم معاهم ومش مستفيد لا ماديا ولا عائد، وإنما بتبع الكبراء والسادة، إيش بتعمل إحنا وراكم ونموت ونفجر حالنا وضعيف. ما معنى لا زبر له؟ لا عقل له يزبره عن ماذا؟ عن متابعة إيه؟ المبطلين في باطلهم والظالمين في ظلمهم. النبي قال هذا من أهل النار، وما فيش عندنا منطق عبد مأمور. يا رب أنا عبد مأمور، قالوا طخ فطخيت الآن كما يحدث في سوريا وغير سوريا، اعمل فعملت. لا يا حبيبي، هذا فيش عندنا في الدين، في عندنا في عندك مخ هنا بدك تفعل. الله ما خلقه لك عشان تعطله، ولا ما صحيح. والمخ اللي عندك على فكرة يقدر لو استخدمته يستوعب هذه الشغلات العلمية والفلسفية والقرآن والدين والأدب والشعر، وتصير فيه من أرقى الناس، لكنك لم تستخدمه، أحببت أن تعيش شبيها بدابة أو ببهيمة. الله قال هذه نعمة كفرتها وجزاء الكفر هذا جهنم. ما أعظم هذا الحديث. وأهل النار خمسة، قال لك هذا الضعيف العبد المأمور من أهل جهنم، وما فيش عندنا منطق عبد مأمور. نرجع مارتن يقول يا إلهي اغفر لي، هذا كل ما أملكه عقلي، لا أستطيع أن أفكر خارج عقلي، هذا ما عندي أفكر فيه أنا. إحنا كمؤمنين نحب أن نفكر أيضا بعقولنا بصراحة، وينبغي على الملحد أن يحترم أيضا إيه هذه الخاصية. فكر بعقلك، لا تحاول أن تفكر خارج حدود العقل وخارج حدود العلم، هذا يعتبر انتحارا عقليا، جنون، هذا اسمه جنون مش تفكير، هذا وعدمية عقلية، عدمية، تكفر بعقلك وتكفر حتى إيه بالعلم ومنجزاته عشان إيه تبرهن ما لا يتبرهن، وهو هذا الإلحاد إيه العجيب. مش هنقول عنه البريء حتى لا يكون سبا أو إلى آخره. طيب بعدين أجى العالم إيه يبدو من أصل ألماني، شرودر، أنه أملاوت أو هذا أكيد ألماني، أو إيه شرودر، جيرالد شرودر، صاحب كتاب Hidden Face of God، الوجه الخفي لله، الوجه الخفي لله، Hidden Face of God. قال أنا بدي إيه أمشي خطوة للأمام. هذا عالم إيه كوني وفيزيائي مشهور، عالم كونيات وفيزيائي، قال بدي أمشي خطوة للأمام، بدي أخذ قصيدة لشكسبير، سوناتا. هذه السوناتا مكونة من 488 إيه حرفاً، وبدي أشوف، احنا قبل شوي شفنا إيش الاحتمال إنها إيه القردة هذه تنجح في كتابة إيه، أو قرد ينجح في كتابة إيه، إيه مسبوقة ومتبوعة إيش بفراغ، 1/27,000 في 30 يوماً. طيب وبشكل عام أصلاً، بشكل عام هكذا، هو قال أنا بدي أحسب إيه مش حرف واحد أو بالأحرى ثلاثة، إني يعني السبيس هذا حرف يعتبر. طيب
فإخواني وأخواتي، هذا العالم شرودر، عالم فيزياء نووية كما قلت لكم، وكونيات أمريكية، واضح أنه من أصل ألماني عشان الأملاوت هذه، ذهب خطوة إلى الأمام، قال أنا إيه سأجري محاسبة أيضاً، لكن هذه المرة ليس على حرف إيه مسبوقاً ومتبوعاً بالفراغ، وإنما على إيه سوناتا، قصيدة لشكسبير من أقصر قصائده، مطلعها إيه شرايكم بذي تو أسمري دي. في المجموع 400 تتكون السوناتا كلها، مش المطلع، هذا المطلع فقط، تتكون من 488 حرفاً. لنرى، أجرى المحاسبة يا إخواني، وشيء مخيف بعد ذلك، شيء مخيف، احتمال أن هذه القرود الذكية المتطورة الأقل تطوراً فقط من الإنسان أن تكتب ليس أعمال شكسبير الكاملة، وإنما فقط هذه السوناتا المؤلفة من 488 حرفاً، احتمال ضعيف جداً 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 إلى درجة يعني تستعصي على التخيل أو التصور، يساوي 1/10 مرفوعة الأس 690، يعني 10 مضروبة في نفسها 690 مرة، يعني 1 قدامه 690 صفر. اقرأ عاد، إذا 1 قدامه 9 أصفار هذا إيه؟ بليون أو مليار إحنا بنسميه، ولا مش صحيح، 12 تريليون، 18 كوينتليون، وهكذا 100، 1 قدامه 100 صفر الجوجل، وهكذا، لكن هذا مش 100 صفر، 690 صفر واحد. عشان تكتب الأصفار أنت بدك فعلا تكتب 690 أحسن بطريقة إيش؟ الأسية هذه 10 690. فالاحتمال إيش هو إذن؟ 10 مرفوعة للأس السالب ناقص 690 أو 1/10 مرفوعة لستمائة وتسعين. يجيك واحد ملحد مكابر أو منتحر عقليا يقول لك إيه حتى هذا ممكن، يعني في احتمال في احتمال. إيش الاحتمال هذا؟ قال لك 1/10 مرفوعة للأس 690 موجود، ممكن هذه السوناتة يعني لو أجرينا 10 أس 690 محاولة عاد تتكلم أنت هتشوف. لو أخذنا إحنا إيه 600 لحالها، فهتقول لي إيش عاد؟ جوجل 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 جوجل، وعندك 90 صفر عاد لسه. حولها إيه لمفاهيم رياضية معروفة، يعني كذا كونتليون كونتليون كذا، وبعدين تقول لي إيه جوجل، يعني عدد رهيب. يقول لي ممكن، منتحر عقليا ممكن. اقول له لا 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 لا، عمر الكون يسمح بهذا؟ الماده اللي في الكون تسمح بهذا؟ الطاقه اللي في الكون، من وين بتجيب القرد هذا طاقه ايه يضل يضرب؟ الطاقه الانرجيه اللي في الكون تسمح بهذا؟ يقول لك ايه بتسمح. وانت مش فاهم شيء معناها، لا فاهم لا رياضيات لا كونيات ولا عارف حاجه، انت فعلا منتحر. خلينا نشوف عاد. انتوا بتعرفوا عدد الدقائق البارتكلز، سب اتوميك بارتكلز اللي هي الدقائق دون الذرية، يعني إلكترون بروتون نيوترون ميزون إلى آخره، الدقائق هذه كلها مش الذرات، الدقائق الذرية في الكون ليس في الأرض، في الكون في الكوزموس. تعرف قديش عددها؟ كم تتوقع أنت؟ يعني في رأس القلم هذا كم ذرة؟ مئات ألوف الذرات، مئات ألوف الذرات في رأس القلم، وكل ذرة شوف قديش فيها إيه دقائق ذرية. عدد الدقائق الذرية عموما الآن العلم توصل إليها زواء كم؟ 200 دقيقة ذرية. احنا نعرف منها الكترون بروتون نيوترون انتي بروتون انتي كذا الى اخره، ميزون كذا عاده الميزون. المهم طيب، اذا في راس قلم في عندنا مئات الوف الذرات، وفي كل ذره هذا العدد الهائل، قديش معناها في القلم؟ قديش في الارض؟ قديش في الكون فيه؟ تعرف كم؟ 10 أس 80 فقط. هذه ارقام مذهله، مش تقول لي 10 اس 100 جوجل، هذا رقم مش رقم عادي بالمره اصلا، ما فيش شيء، ما فيش الحين شيء نحسبه احنا ايه الا محاسبات زي هيك وهميه وتخيليه، اما شيء واقعي في الكون ما فيش شيء اسمه 10 ايه اس جوجل، ما فيش جوجل، ما فيش جوجل اصلا. مش تقول لي 10 اس جوجل لسه، لا جوجل ما فيش شيء. 10 اس 100، ال 10 اس جوجل 10 اس 10 مرفوعه للاس 100، هذا اسمها 10 اس جوجل، هذا شيء مخيف. جوجل بلكس هذا اسمها 10 اس جوجل، الجوجل 10 اس 100، ال 10 اس جوجل 10 أس 10 مرفوعة للمية، جوجل بلكس اسمه هذا، وفي أكبر منه، بس هذا كله محاسبات فقط وفي العقل وعلى الورق، في الكون ما فيه. عدد الدقائق الذرية في الكون كله 10 أس 80 دقيقة فقط، نعم معروف،
بإجماع العلماء كله، هذا تجده كله في كل كتب الفيزياء كله، مش أكثر من هيك، 10 احفظوها، 10 أس 80، بعضهم يقول لك 10 أس 78 بالضبط، يعني على أساس يعني إيه؟ هذا في الكون تبعنا هذا، اللي هو نص القطر تبعه 13.7 مليار سنة. يعني قطره كله تقريباً إيه 28 مليار سنة ضوئية. في هذا الكون المادة الموجودة الدقائق تبعتها 10 أس 80. إيش صار حيني؟ بدنا نفترض يا إخواني إنه المادة المطر اللي في الكون اللي قديش وزنها في الكون، مش وزن الأرض، وزنه في الكون كله وزنها 10 أس 58 كيلوغرام. يعني واحد قدامه 58 صفر بس، هذا وزن المادة. واحد قال لك وزن الكون قديش؟ واحد يقول لك يمكن وزن الكون 10 أس 2000 صفر. لا 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 لا، 10 أس 58 فقط، هذا وزن الكون. المادة في كل الكون تزن 10 أس 58 كيلوغرام فقط. طبعاً هذا رقم مذهل على فكرة، شيء مخيف الرقم هذا. لو حولنا كل هذه المادة إلى دقائق حاسوبية، تشيبات يعني كمبيوتر تشيبس كلها، وكل دقيقة منها تزن فقط 1 على مليون ملي جرام. تخيل أنت في عندك إيه؟ عندك تريليونات الكيلوغرامات، كل 12 تريليون عاد، شوف تريليون 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 لما تصل إيه؟ 58 كيلوغرام. حنحول كل المادة هذه إيه؟ إلى تشيبات صغيرة، كل واحد وزنها 1 على مليون ملي جرام. فتخيل انت عاد، يعني في كل كيلو قد ايش في عندنا؟ مليار، مزبوط ولا لا؟ مليار دقيقة، لأنه 1 على مليون ملي جرام، ولا صحيح؟ الجرام في قد ايش؟ مليون، وهذيك 1000 مليون، مليار، يعني كل كيلو في عندنا كم؟ مليار دقيقة. تشيب تبع كمبيوتر. والآن كل دقيقة بمثابة قرد، عشان تعرف العلم وين؟ وين هاكسلي قاعد ايه بهجس؟ وين العلم والمحاسبات الرياضية الدقيقة من المتخصصين؟ لا أنا بقدر أتكلم ولا أنتم، هذول الناس متخصصون، هذه شغلتهم، وهم ثقات في ميادينهم، ثقات كبار، علماء هائلو القيمة والقدر. قال لك كل دقيقة من هذه الدقائق، تخيل أنت في كل كيلو في عندي مليار دقيقة حاسوبية، وأنا عندي كم تريليون كيلوغرام، يعني أعداد القرد هذه للتشيبات هذه لا يعلمه إلا الله. كنا نحسبها عادي، مش شغله صعبه، يعني تحسبها عادي بطريقه الاس، كمان تحسبها بالاس، وانتبهوا في الاس، لما 10 اس ضرب 10 اس الناتج دائما بالجمع فقط، اجمع الاسات اللي فوق بطلع، عمليه سهله. طيب وقال لك تحولت كلها الى دقائق، كل دقيقه منها بمثابه قرد قاعد بضرب على ايه؟ الكيبورد، تستاتور. كويس، بمعدل كم؟ بمعدل مليون ضربه في الثانيه، مش انه في كل ثانية ضربة ضربتين، لا 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 لا، شيء سريع جدا جدا جدا. كل هذا العدد من القرود تضرب وبمعدل مليون ضربة في الثانية، تخيل عاد، الله أكبر. وبعدين قال لك في عمر الكون حتضلها تضرب 13.7 مليار سنة، مش شهر مثل المجلس القومي للفنون في بريطانيا، لا 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 لا، مش شهر، مليار. الجميل كيف توصل شغلة هذه؟ الكمبيوتر أن يعينه على إجراء هذه المحاسبات العملاقة. طيب ايش النتيجة عاد؟ ايش حيكون النتيجة بعد ذلك؟ قال لك حيكون ايه؟ لدينا يا اخواني عدد المحاولات، غريب قديش عندنا عدد المحاولين في الزمان، ومليون واحدة في الثانية، تعرف كم عدد المحاولات؟ 10 أس 90 محاولة فقط، ما فيش جوجل محاولة، ما فيش عندي جوجل محاولة لسه، يعني 13.7 مليار سنة وهي تضرب. وهذه الأعداد المخيفة من إيه؟ القرود إيه؟ الكمبيوترية هذه، الشبات الصغيرة، ومليون ضربة في الثانية، بيطلع عندي في الأخير عدد المحاولات حيطلع 10 أس 90 محاولة فقط، المحاولات هذه مش إمكانية النجاح. فأنا علشان إيه أحصل عدد المحاولات المطلوبة غادي، إيش بدي الآن؟ هنقول إيش قلنا غادي؟ قلنا 10 أس ناقص 690، عندي 90، ضل لي كمان 600، يعني بمعنى آخر أريد كوناً أوسع من كوننا هذا، وتتحول كل المادة فيه زي ما قلنا إلى كذا 600 مرة، بدي 600 كون، أو بدي نفس الكون هذا لكن عمره يطول 600 مرة، يعني 13.7 ضرب 600 سنة. تخيل شوف كم ألف مليار سنة بتصير عندي، وعلشان ايه في الاخير يصير عندي عدد محاولات 10 أس 690 محاوله، والاحتمال انها تنجح 1 منها.
الله أكبر، شيء قشعر البدن أقسم بالله. علشان تنجح فقط إيه، مش خلق الإنسان ولا جزء بروتيني ولا لا 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 لا، سوناتة لشكسبير من 488 حرفا فقط. شو رأيكم كومبير ذي تو أسمر دي مطلعها، واحد على 690 الاحتمال. واحد يقول لي بس هل بيسوي الصفر؟ نعم، ايش الصفر عندك انت؟ انا في نظري هذا دون الصفر بلايين بلايين المرات. لذلك علماء الرياضيات في العصر الحديث قالوا اذا بدنا نحط احتمال متناهي الضآلة يساوي الصفر. عارفين شو هو؟ شوف الذكاء اللي عندهم. قال لك 1/10 أس 150 هذا صفر، قال انتهى انتهينا. طب 1/10 أس 160 هذا بالماينس يا حبيبي، بعد دخلنا دون الصفر انتهينا. انتبه، ما تقول ليش ما هو اي واحد، يعني شفناها الواحدة، انت شفتها، انت بتشوفها هيك، بتشوفها على الورقة. في الكون انت لن تراها في الاف 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 مليارات السنين وفي ايه، في مليارات 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 المحاولات لن تراها هذه، بس بتشوفها على الورقة. انت غرك انك شفتها، يعني واحد غرهم انه شافوها واحد، يعني واحد على انه موجود، يعني ملهاش وجود، كلام فارغ. وجود رمزي خيالي عدمي، 1/10 أس 690 مش معقول. هاكسلي راح، انتهى هاكسلي، ضاع هاكسلي، كل ايه الذين ايه يعني ضربوا على وتر مبرهنة القرد مانكي ثيريم. وحنشوف بعدين مبرهنة القرد اللانهائية، هذيك شيء ثاني لسه، حنشوف ايش يفيدهم، مش حيفيدهم. لذلك أنطوني فلو الذي حدثتكم عنه غير مرة قال لما وقفت على ايه، على هذه المحاسبة، أخبرت جيرالد شرودر بالقول إن مبرهنة القرد مجرد كوم من النفايات. قال له زبالة، هذا مش فكر علمي، زبالة كلامك هذا. قال له محاسبتك هذه أثبتت لي إنه هذه زبالة. هذا حمل فلو على أن يؤمن بعد 80 سنة من إيه التنظير للإلحاد وكتابة الكتب والمحاضرات بالعشرات بل بالمئات، تخيل، في الإلحاد حول العالم. الرجل انتهى إلى الإيمان. آيات، هذه اسمها الآيات، القرآن بسميه الآيات، هذه آيات الله في الخلق، انظر في الآيات، بس مش بطريقة بس الأعراب البسيط، لا لا لا، بطريقة هؤلاء العلماء الكبار. حاسبها، شوف إيش يمكن أن تحصل هذه اتفاقاً بالصدفة يا حبيبي، مش في عمر الكون هذا، لا 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 لا، في آلاف 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 أضعاف عمر الكون، ما في احتمال، صفر. ليش قلنا 1/10 150 صفر يا إخواني؟ ولابد أن يكون صفراً، لابد أن يكون إيه؟ صفراً.